بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. راني بدوري شاكر موريتانيا اليوم، ومبارك له العدد اللي وصلت، راجل له مزيد من التألق، وطبعا دور في التألق لأنه قابل ما يقبل إلا بالتألق. ومشاركتي ستكون في مشاركة عدائية، وهي عبارة عن حكاية قاف وبيعته. والقاف يقول: ألا لو كنت المول هول، والله في البدع بقافي، عليك مبتت معكول، لين تقولي كافي. عزك يا قلانا فات قدر مولانا، ووساه سد بيني ولقيب بتوت عدل بادي، ما هو خافي عليانا ولقى أحد يبلد سعي وطوافي، شايط يمين ولايقب حد يشوط بأخلافي، عني نبغيك ولاد جد وعلى بغيك متلافي، ولقيهم لاهرات عني باخر مطافي، ألا لو كنت المول هول، والله في البدع بقافي، عليك مبتت معكول، لين تقولي كافي. وهناك مشاركة أخرى في السجال بين أنا وأحد الإخوة، وهو في موضوع قطاع على أساس العصر من النساء. وهو يقول: عصر الموضة ما الطاطا بالجيل الخاطيه، اللي يضحك دون طاطا وبفضاه الفيه. وأرد عليه أنا بطلع: عصر الموضة هك فينا، موضة كي بالشام زينة، موضة بموضة دون زينة، والمجلس يعطي قدمه فوضاه شينة، وضحك على الخاطي بسرينة وبلا سرينة، كي بشريب الفي، وأنا بعد بلا خرينة في، ويذبدي غير الحق اللا علينا قوله لا خليه. عصر الموضة ما طاطا بالجيل الخاطي، اللي يضحك دون طاطا بفوضاه الفي. ويرد علي هو في طلعة يقول: هذا من الأعصار لاهي في الملاهي، فرلاهي نعطي اللي كان ساهي، جرد إياك علي يقيس تشوبيب ماهي، شقطة للخاطي واستنذي، والناس راهي عيانا راعي، عصر الموضة ما طاف. وأرد أنا عليه عصر الموضة حد شدوا ماهو، كيف تحد حد ينظر فيه، لاه قدوا من باب الترفيه، شدوا كانوا عاد عدوا لين تنقيه، بيه قلت غير قدوا مرات بخاطي، الله الكمال وحده ما ينازع فيه، كل ما دم حق سعده باني وبدخلي، والمقياس ذاك عنده للواخر ترضي، وانا القابل لا مجدو نزلت مسيني، عصر الموضة ما الطاقة بشيء خاطئ.